عيلين تعرف تربيهم ويبقوا ظهرك وسندك أبرك من قرطة عيال ما تلاقيهمش وقت ما تحتاجهم. عدد مناسب في الأسرة 3 أطفال يبقى كويس جدا. لو مين كفاية عشان نقدر كمان نوفر لهم كل اللي هم عايزينه؟ هو واحد لو اتنين حلوين قوي رضا الحمد لله عشان يعرفوا يتربوا. I think هو اتنين حلو قوي عشان يعرفوا يربوهم. يعني بتتكلم في حوالي 3. احنا 13 اخ مش كده يعني. عندي 4 بنات. الحل لا احنا محتاجين توسعات مش قصة يعني كل بيت والحفاظ على الأسرة واللي هو تنظيم الأسرة والكلام ده مطلوب. بس احنا برضو حتى لو عملنا تنظيم اسره دلوقتي هو مفيش اماكن اصلا ان الواحد يعيش فيها. كثافه عندك المشكله بتاعتها ان هي كلها موجوده في منطقه واحده، فلو قدرنا ان احنا نوزعهم اكتر بره المحيط بتاع القاهره اعتقد ان المشكله هتتحل. انت عندك مصر 1,000,000 كيلومتر مربع واحنا حوالي 100 مليون، ف مش لو قدرنا نوزعهم صح تبقى المشكله مش موجوده.